اجيت بدافع الخوف، دافع اني اعلم اولادي، دافع الحاجه. هذا اللي خلاني تركت بيتي وتركت كل شيء وراي واجيت لهون. احنا صارنا 7 سنوات ونص احنا مغطين خالص، مغطين بنوب ايدينا، يعني اذا تطلع مسافه الساعه من هون بياخذونا دورات مغلقه 45 يوم ما بنشوف الهواء، تعذيب وبدون اكل وبدون حمام وبدون اي شيء. تاديب هذا بيعتبروه. بيتدخل زوج او اخ ام شيء هم يعتبرونه محرم، بيضربوه بيعذبوه بيقتلوه. 11 عم يضرب، الاكراد عم يضربوا، كل ما نصل على اتجاه صار يضربوا علينا رصاص. من لما طلعنا من البيت كان في ضرب، طلعنا تهريب مشي على اجرينا بالليل. طبعا بندفع، بعنا كل شيء عندنا اغراض هيك لحتى ندفع لناس يهربونا، يطلعونا يبعدونا عن رصاص لانه عم يضربونا. كانت بنتي صغيره هي عم تموت، احملوا لي اولاد صغار لحتى البقاع عند بالمرج كان في بيت اختي. انا قبل قلت لك قبل هالمره انه ما لنا مستوعبين شو يعني معنى يسوع او شو معنى العطاء اللي بيعطي، شو مشكله الصليب ما بنعرف. انا سالتك قبل هالمره، لا سالته للشباب لروني هون، قلت لهم انا بدي اسال انه كيف انصلب او شو اللي حطوا له، شو اللي ربطوه فيه ومن شان شو ذبحوا. احكى لي مقتطفات من الكلام انه بتدافع انه ليشيل خطايانا. لفت نظري هذا الشيء، قلت له بدي ادخل على المجموعه. قال لي انه ضربوا بسامير. عجبني هذا الشيء انه معقول اتحمل هالشيء كله، كل ما انه يشيل خطايانا نحن، واحنا هيك بدينا اللي كنا احنا بنعرفه، بنصوم بنصلي بنغرب عاملين جهد وارهاق كثير بس لحتى انه نوصل للسماء. فشدني شيء في طريقه اسهل، وطريقه انه شدتني اكثر انه